السلام عليكم. إن شاء الله اليوم رح نكمل في الجير تريتمنت. في هذا الفيديو ماني رح نركز على الفارماكولوجيك ثيرابي، والفارماكولوجيك ثيرابي للجير بينقسم لثلاث أقسام: patient directed therapy, prescription strength and acid suppression therapy and pro-motility medications أو pro-kinetic medications. بالنسبة للقسم الأول patient directed therapy، بالعادة هاي الأدوية بتكون هي تستخدم as over the counter medications، ما بتحتاج وصفة طبية، وبالتالي ممكن الشخص نفسه البيشنت يعني يصرفها سواء من الصيدلية أو من أي مكان آخر، وما بتحتاج زي ما حكينا وصفة طبية، ممكن إنه الصيدلاني يصرفها بشكل مباشر كمان بدون وصفة طبية. بالنسبة للprescription strength acid suppression therapy، هاي الحالة medications وبدوزز معينة لازم تكون موصوفة بالأول يعني بوصفة طبية prescription، وبعدين بتم صرفها من الصيدلية. وفاينالي البروموتيليتي ميديكيشنز، ان شاء الله في هالفيديو ماني رح نركز على البيشنت دايركت ثيرابي. البيشنت دايركت ثيرابي ماني هو منقسم لثلاث اقسام: الاستخدام الانتي اسيدز اللي هو الادويه مضاده للحموضه، الاتش 2 ريسبتور انتاجونست، اند ذا بي بي ايز. هذا السلايد بين ال different mechanism of actions لل different agents and categories that can be used in the treatment and management of GERD. mainly يعني لو بدنا نحكي مثلا عن ال H2 receptor antagonist أو proton pump inhibitors as well as the antacids, they all work on either neutralizing or preventing the gastric acid increase. هاي بالنسبة لهاي الثري ميديكيشنز. طبعا other medications مثل بروموتيليتي ايجنتس mainly بيكون mechanism of action على lower esophageal sphincter pressure، بزيدوا البريشر، كمان they would affect the esophageal clearance، they would also affect the gastric emptying. بالنسبة لا ال كمان الانتي اسيد such as الجينيك اسيد in addition to sucral fat, these agents would affect the esophageal mucosal resistance. فزي ما حكينا بنبلش بالpatient directed therapy. الpatient directed therapy باستخدام over the counter medications هو mainly بيكون مناسب بحالة mild intermittent symptoms of GERD. فبالتالي الحالات اللي بتكون persistent، الحالات اللي بتكون severe symptoms فيها severe، ما بينفع نمشي على non-prescription medications لأنها على الأغلب ما رح تكون effective either من ناحية الدوز أو من ناحية duration of action. فبالعادة أي مريض كمان بياخد treatment من عند الصيدلاني للmild intermittent symptoms of GERD، إذا المريض مشى عليهم والتزم فيهم لمدة أسبوعين لكن ما استفاد، بهاي الحالة لازم ننصح البيشنت بمراجعة الطبيب لينعمل له further and deeper evaluation. بالنسبة للثيرابي أوبشنز هم بيشملوا الأنتي أسيدز، أنتي أسيد مع الجينيك أسيد أو الألجينات، بيشمل كمان non prescription H2 receptor antagonist and the PPIs. بالنسبة للأنتي أسيدز mechanism of action لهاي الأجنتس mainly they neutralize or reduce the gastric acid، وبالتالي ال pH بيرتفع. فالهدف من استخدام الأنتي أسيدز هو إنه نرفع ال pH بالgastric بالستومك، بالتالي الgastric pH يكون أعلى من 4 بحيث نقلل أعراض المتلازمة مع الجلد. من إيجابيات والسترينث اللي بنعتبرها يعني خلينا نحكي هي الإيجابيات لاستخدام المضادات الحموضة immediate symptomatic relief، وبالتالي هي فعاليتها بتكون سريعة، لهم rapid onset of action هاي المديكيشن. On the other hand they would have short duration of action، يعني في إيجابية إنه
السيمتوماتيك ريليف بتحقق بسرعة لأنه لهم زي ما حكينا رابيد اونست اكشن، لكن بالعادة نقدر ناخذها از جنرال رول. الأدوية اللي بيكون لها رابيد اونست اكشن بالعادة بيكون لها الديوريشن اوف اكشن بتكون شورت. وبالتالي هون لو بدنا نطبق هاي الفكرة على الانتي اسيدز، يس they would provide the patient with instant and immediate symptomatic relief. On the other hand, they would have short duration of action. تقريبا بالعادة يعني المدة الإفكت للأنتي أسيدز ما بتتعدى 2 to 3 hours. طبعا بتتأثر كمان بوجود الأكل، يعني هل المريض أخذهم on full or empty stomach. رح نحكي عن هذا الموضوع كمان شوي. Patients who require frequent use of antacids for chronic symptoms should be treated with prescription strength acid suppression therapy. In case the patient يحتاج يستخدم antacids ب let's say frequent use عدد كبير أو ممكن يتجاوز الماكسيموم دوز، فإحنا بهاي الحالة نستنتج إنه هذا المريض ما في استجابة كافية على استخدام الantacids، ولازم على الأغلب ياخذ prescription strength acid suppression therapy ليتحقق عنده البنفيت المفروض انها تتحقق. لو شفنا بعض الانتي اسيدز بنشوف انه في منهم بتكون بكومبينيشن مع الالجينيك اسيد او ممكن نسميه الالجينات. ايش فائده الالجينات وهل بياثر على الافكتيفنس؟ يس بياثر على effectiveness الانتي اسيد. فبالعاده الانتي اسيد اللي بيكون بكومبينيشن بنفس الدوزج فورم محطوط بكومبينيشن مع الجينيك اسيد بيكون بالعاده more effective than using anti acids alone without الجينيك اسيد. ليش؟ لانه الالجينيك اسيد في الكومبينيشن مع الانتي اسيد it would form a highly viscous solution اللي هي طبقه عازله بنسميها رافت. هاي الطبقه it would float on the surface of the gastric content. فهي بتكون بالعادة هاي الطبقة موجودة على أعلى هي طبقة يعني تعلو ال gastric content، فهي تعتبر ك protective barrier، بتشكل حاجز بيعزل وبيوقي من إنه يصير في reflux ل into the esophagus لل gastric content. So this would reduce the frequency of the reflux episodes. وبالتالي زي ما حكينا استخدام الكومبينيشن الانتي اسيدز بيكون مع الالجينيك اسيد superior to using anti acids alone in relieving the symptoms of GERD. طبعا امثله على البرودكتس الموجوده بالكوميونتي فارماسيز واللي بتحتوي على هاي الجينيك اسيد كومبوننت اللي هو الجافسكون ادفانس. في الجافسكون العادي، في جافسكون ادفانس اند جافسكون دبل اكشن، بيكون فيهم زي ما حكينا هاي اماونت من الالجينيك اسيد، فتوقع بيكون الافكتيفنس افضل. بالنسبه للدراج دراج انتر اكشنز ما بين الانتي اسيدز مع الاذر ميديكيشنز، ان جنرال ذيس ايجنتس مي انترفير وذ افكتيفنس اند ابسوربشن اوف اذر ايجنتس، ولكن من اهمها التتراسايكلين، فيروس سلفيت، ايزونيازيد، سلفونيليوريا اند ذا كوينولون انتي بايوتيك such as اللي هم الفلوروكوينولونز مينلي. بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن، بالنسبه للانسيت اوف اكشن حكينا الانسيت اوف اكشن هي رابيد ما بين 5 to 15 minutes، لهم شورت duration اوف اكشن. ممكن من خلال patient education نحاول إحنا نزيد الإفكتيفنس للأنتي أسيدز اللي بياخدها المريض من خلال إنه ننصحه بأخذهم دائما after meals، يعني تقريبا خلال أول ساعة بعد الوجبة. لو أخذ البيشنت أنتي أسيد this would increase the duration of action of these medications. أهم السايد إفكت طبعا هي بالعادة بتكون dependent على الأجنت itself، لكن in general ممكن يسببوا ديارية، ممكن يسببوا constipation mainly بنشوفها مع استخدام الألومنيوم هيدروكسايد، وكمان mainly مع الكالسيوم كربونات. ممكن يسببوا alterations in mineral metabolism. They may also cause acid-base
disturbances، وهاي ممكن بالعادة تصير إذا بصير في systemic absorption لهاي الagents. وبالتالي the aluminum and calcium containing antacids should be used with caution if the patient has renal impairment. بالنسبة للaluminum containing antacids, these antacids or these agents may bind in the stomach with phosphate. وبالتالي رح يمنعوا أنه يصير في absorption للفوسفات into the blood، وبالتالي ممكن يسبب hypophosphatemia that would finally lead to bone demineralization. فهي أهم الـ antacids اللي يعني كـ active ingredients من antacids. طبعاً الـ antacids ممكن تكون موجودة as oral pills، chewable pills، ممكن كمان موجودين as liquid. بالنسبة لاستخدام الانتي-أسيدز as patient-directed therapy, the agents, the available agents include magnesium hydroxide, aluminum hydroxide. ممكن يكونوا موجودين بcombination مع simethicone which is anti-flatulent agent. ممكن زي ما حكينا الcombination يكون anti-acid مع alginic acid، مثال عليه الجافسكون، وممكن الكالسيوم كربونات واexample as an example the Tums بكون موجود. طبعا زي ما حكينا في بعض الانتي اسيدز موجودة على شكل liquid form، وفي منها available both forms liquid وكمان tablets. مهم نركز مع المرضى على انهم يمشوا على lifestyle modifications اللي هي نفسها non-pharmacologic treatment اللي حكينا عنها في المحاضرة السابقة، بحيث أنه يستفيد بشكل كبير على الأنتي أسيدز أو أي دواء راح ياخده البيشنت. ننتبه كمان أنه المريض ما يتعدى الماكسيموم دوز من هاي الأنتي أسيدز، يعني even though هاي الأنتي أسيدز ما بالعادة ما بصير systemic absorption، ولكن المريض لو رفع الجرعات بشكل كبير لو تعدى الماكسيموم ديلي دوز ممكن أنه يصير في systemic absorption that would lead to side effects. كمان ركز على المريض انه ممكن يمشي عليهم لاسبوعين، اكثر من هيك بيحتاج اذا طبعا استمرت الاعراض كانت persistent the patient should seek medical attention. بالنسبه للدوز من المغنيسيوم هيدروكسيد، مغنيسيوم هيدروكسيد والسيميثيكون اللي هو الملوكس، بتكون بالعاده اليوجوال دوز ما بين 10 to 20 ملي as needed or after meal times and at bedtime. يعني هون ننتبه إحنا الفريكونسي بيكون عالي، يعني ممكن يستخدمه twice, three times أو حتى four times، ولكن زي ما حكينا بشرط ما يتعدى المريض الماكسيموم ديلي دوز. فهي نقطة مهمة ركز عليها. بالنسبة زي ما حكينا لوقت أو يعني طريقة استخدامه أو time of administration، ممكن ياخده as needed، يعني إذا المريض فعلياً بغض النظر كان حس بأعراض الجرد after a meal أو بدون ما ياخذ اي وجبه، فممكن يستخدم الانتي اسيد as needed تمام. لكن in case كانت الاعراض associated مع الميلز، بالعاده كمان بناخذ after meals، ممكن في بعض الحالات الجيرت symptoms may be induced او the patient may experience these symptoms as nocturnal symptoms، يعني at bedtime او at night، فممكن المريض اذا ياخذ dose كمان at bedtime. بالنسبه للدوز من الجابسكون بالعادة اليوجوال دوز 2 to 4 tablets، أو من الليكويد فورم 10 to 20 ملي كمان after meals and at bedtime. بالنسبة لدوز الكالسيوم كربونات بتكون بالعادة بسترينث 500 ملي جرامز 2 to 4 tablets as needed. بالنسبة لل H2 receptor antagonist mechanism of action, these agents would block the H2 receptors اللي موجودين بالgastric parietal cells and this would lead to inhibition of gastric secretions. بالنسبة لميكانيزم of action of proton pump inhibitors، من اسمهم proton pump inhibitors so they would inhibit the proton pumps. The proton pumps اللي هم الهيدروجين ايون potassium ion exchanging ATPases برضو هدول موجودين بالgastric parietal cells. لما ينعمل inhibition للproton pumps this would prevent further influx من الهيدروجين ions into the stomach، وبالتالي this would suppress the basal
acid secretion. طبعاً الـ H2 receptor antagonist أثبتت فعاليتهم بـ diminishing the gastric acid secretion. They should be taken prior to meals. فهذا أفضل موعد نأخذه فيه. فشايفين في difference ما بين time of administering H2 receptors والأنتي أسيد. كمان ننتبه إنه كمقارنة بين الـ H2 receptor antagonist مع الأنتي أسيد, the H2 receptor antagonist would have low, a slower onset of action, but on the other hand, they would have longer duration of action. صح, مدة أو خلينا نحكي كفعالية بتكون بطيئة أبطأ من الأنتي أسيد, ولكن الـ duration of action بتكون أطول. مشان هيك بالعادة رح نشوف الدوزز بالعادة بتكون twice, ما بتتعدى twice daily use من الـ H2 receptor antagonist. برضو نفس الفكرة, إذا المريض كان عم ياخد الـ H2 receptor antagonist to treat mild intermittent symptoms of GERD, المريض ما استفاد لمدة أسبوعين أو ممكن صار في progression للـ symptoms, بيحتاج بهاي الحالة further evaluation by a clinician. Available options من الـ H2 receptor antagonist, بدنا ننتبه هون استخدامهم as over-the-counter medications بيكون up to twice daily, ما نتعدى هذا الفريكونسي, وبالعادة بتكون للـ patients اللي أعمارهم 12 years and older. Available choice الـ options اللي هم simetidine, famotidine, nizatidine and ranitidine. طبعاً ranitidine هو not longer to be used because of drug recall. أكتر agent يستخدم هو الفاموتيدين, بالعادة بينعطى بدوز 10 to 20 ملغرام. بالنسبة للسيميتيدين يعني it's still used, لكن مشكلة السيميتيدين it has many several drug-drug interactions وبسبب, خلينا نحكي مقارنة بباقي الـ H2 receptor antagonist, this agent would cause would lead to the highest risk of side effects. فدائما أعلى مستوى وأعلى risk the side effects بتكون associated with the use of cimetidine. بالنسبة لل patient directed therapy من ال PPIs, هون بدنا ننتبه على نوع ال agents مستخدمين as over the counter medications, ننتبه على ال doses اللي تستخدم, لأنه بتغير ال dose, يعني ال dose هي بتحدد لي whether this medication can be dispensed as over-the-counter medication أو with prescription. تمام؟ واستخدامهم بيكون للي أعمارهم أكثر من 18 سنة. فالavailable options هم الاسوميبرازول, لانسوبرازول, أوميبرازول, وكمان في combination ما بين أوميبرازول والدي أنتي أسيد اللي هو صوديوم بايكربونات. طبعاً هون الاسوميبرازول رح نشوف هاي الايجنت زي ما حكينا موجودة with prescription and without prescription. بالنسبة هون لاستخدامهم without prescription أو as over the counter medication, isomeprazole can be used بdose 20 milligram only. تمام؟ كانت 40 milligram بهاي الحالة نعتبرها تحتاج prescription. نفس الفكرة lansoprazole, the usual dose as OTC medication هي 15 milligram. إذا كانت 30 بهاي الحالة بتحتاج بالعادة prescription. وبالنسبة للأوميبرازول نفس الفكرة 20 ملغرام. وهون كل الـ PPIs بينعطوا once daily.